طبعا أمنية أبو بكر مشاهدين دخلت عالم الغناء محققة انطلاقة نوعية لها بما تمتلكه من خامة صوتية رائعة أبهرت متابعيها. الفنانة تألقت في السنوات الأخيرة في عالم الطرب، لا سيما باستعادتها لأغاني أكبر مطربي مصر، وهي اليوم ضيفة صباح العربية للحديث أكثر عن إنجازاتها وطموحها في عالم الغناء ومشاريعها القادمة فيه أيضا. منرحب مشاهدينا من القاهرة، معنا الآن الفنانة أمنية أبو بكر. صباح الخير يا أمنية، وأهلا وسهلا فيكي معنا في صباح العربية. صباح النور. أهلا وسهلا. أهلا بيكي. صباح النور. صباح جميل والنيل خلفك ومناظر جميلة. يعني خلينا يعني نبلش نتحدث عن دخولك إلى عالم الفن، هل كان من خلال برنامج الدوم أم أنه يعني انطلاقتك كانت قبل ذلك؟ لا، دخولي لعالم الغناء والفن عموما كان من قبل كده بكتير، يعني كان من وانا عندي 5 سنين في الاوبرا مع المايسترو سليم سحاب. ومن هنا بالضبط ابتدت الانطلاقه بقى بعد كده. طيب أمنية، خليني اسالك سؤال مباشر، بانه اليوم اللي بيغني طرب ما بيحصدش جماهيريه، ما رحتيش على الاغاني الخفيفه ليه؟ لا، أنا مش مع المقولة دي قوي، يعني يمكن ليه؟ تكون بتحصل بس بنسبة بسيطة، لكن إحنا برضو استيل عندنا لسه ناس بتحب تسمع الطرب وبتحب تسمع المزيكا الطربية وبتحب تسمع الحاجات القديمة. لا، كل ده لسه هو حتى لو قليل شوية بس هو موجود. أمنية، هو الطربي بي 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 بيوزع أكتر ولا المهرجانات بتوزع النهاردة في مصر أكتر؟ بصراحة لا، المهرجانات بتوزع أكتر أكيد. طيب. يعني بس هذه منافسة غير عادلة الحقيقة. لا، فن هو أكيد كله فن، ولكن يعني أنا لا، هي منافسة غير عادلة تماما. ليه غير عادلة؟ علشان يعني ما فيش مقارنة. يعني أنا بالنسبة لي، أو لو صنفنا المهرجانات فنيا أو موسيقيا، هو مش لون شعبي حتى. يعني هو ليه الطقطوقة؟ الطقطوقة إيه يا أمنية؟ اللون الشعبي، الطقطوقة هي الأغنية، لكن هي ليها أنواع كتير. طيب طيب يا أمنية، هلا هو في النهاية ما لهذا سوق ولذاك سوق، ويمكن ما زال هناك فعلا، يعني أنا باعتقادي أو أتمنى أنه ما زال هناك ناس بتحب الطرب وبتسمعه وبتقبل عليه. أمنية، قبل ما يدركنا الوقت حابين نسمع منك شيء طربي. أكيد، تفضلي. أوكي. أيوة، ابتسامة كده. بكرة يا حبيبي حلو وصغر، بكرة يا حبيبي نحضن القمر، بكرة يا حبيبي يا حلو وصغر، بكرة يا حبيبي نحضن القمر، بكرة يا حبيبي أنا وأنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي، حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي، بكرة يا حبيبي يا قمرنا يا قمرنا يا قمرنا، غني فوق شجرنا، غني غني يا قمرنا يا يا قمرنا يا قمرنا يا قمرنا، غني فوق شجرنا، غني غني يا قمرنا، خلي الدنيا وردي، خلي الحب وردي وردي يا قمرنا، خلي الدنيا وردي، خلي الحب وردي وردي يا قمرنا.
ده مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله رح يعدي. ده مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله رح يعدي. البسمة تعدي، الدمعة تعدي، واللي يفضل ليا حب حبيبي ليا، حب حبيبي ليا. حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي، بكرة يا حبيبي. طب أنا يعني بهذه المناسبة السعيدة أنا حتنازل عن سؤالي وحطلب منك أغنية تانية، إيه رأيك؟ أكيد صوتك أجمل من أسئلتنا بكتير يا أمنية. ميرسي جدا، شكرا. تفضلي. بلاش بالشكل ده نمشي طريق العمر لنهايته، ويفضل كل واحد فينا حاسس ان شيء فايته. بلاش بالشكل ده نمشي طريق العمر لنهايته، ويفضل كل واحد فينا حاسس ان شيء فايته. جمعنا الحب يوم لكن بقينا في بعض بنعادي، وصوت العقل قال نمشي وفي شيء بينا بينادي. يا نبعد فترة ونفكر عشان يبقى القرار هادي، الله عليك يا أمنية وهذا الصوت الجميل النقي. نشكرك جزيل الشكر. للأسف انتهى وقتنا، ولا إحنا يعني لا نمل من هذا الصوت معنا. رشا بتشكرك أمنية. ورشا بتشكرها كمان زميلتنا من القاهرة. مرسي قوي، شكرا ليكو. كانت معنا الفنانة أمنية أبو بكر، شكرا. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.